أول نقطة بهالفقرة بعنوان فجر السعيد قالت نجوى كرم وفارس كرم وغيرهم بيتعلموا من علي الديك. خلينا نحضر هالفيديو. هم كبار بدأوا ياخذون اللون مال علي الديك ويغنونا. احنا انا اللي ما كنت اعرف علي الديك. الاعلامية الكويتية فجر السعيد مثل ما شفنا على الشاشة تحدثت عن اعجابها بادائك للاغنية الساحلية السورية، واكدت انه نجوم كتار مثل ست نجوى كرم، نجم فارس كرم وملح مزان كمان بكمالة الفيديو بتذكره، قالت انه اخذوا منك هاللون ونشروه مع العلم انه الاصل هو انت. بداية شو رأيك بتصريح فجر السعيد؟ لون هو يمكن الموسيقى اللي أنا طلعت فيها صاروا يستعملوا الموسيقى يمكن لهيك، ولا ما فينا ننكر يعني نجوى كرم هي كمان لون شمس الأغنية اللبنانية واللون الجبلي، فارس كرم الحبيب صح. كمان هو وملحم زين كمان لون الدبكي، بجوز إنه الموسيقى فبتروح بتقرب للهنك تبع أغاني يعني بتقرب، فعادي يعني إنه في تشابه بجوز بهذا الموضوع. ما بعرف شو بتقلها لفجر؟ بوجه له تحية وبقول له شكرا على محبتك يعني شكرا. في كتير فجر السعيد بحياة علي الديك؟ طبعا في كتير طبعا ما بيحكوا إنه، بس بيحكوا إنه علي الديك يعني بسمعها إنه مؤسس اللون، إنه علي الديك اللي طلع يعني بسمعها لهذا الأحاديث أكيد يعني، وأنا بعرف من حالي يعني بعرف أنا من وقت اللي عملت الحاصودي وين كنت وين كان لوننا وين صار، وصولا لصايعين ضايعين مثل ما ذكرنا بالحلقة. صايعين ضايعين شارة وضيعة ضايعة شارة، حققوا أكبر نجاح بالعالم. تخيل أنه اليوم أنا صايعين ضايعين بكل حفلاتي، أنا غنيت شارة بس ما غنيت للشارة أنه خلص المسلسل خلصت الشارة، لا الشارة الساتة عايش الغني صايعين ضايعين. امبارح بالدومينيكان غنيتها، فأنا بغني لإلي. أنا أجاني كتير شارات بعدها وقبلها واشترطوا علي غني، قلت لهم آسف سوري ما شغلتي هيك. فإذا باختصار بتقلها شكرا لفجر وبتأيدها بهالرأي؟ قلت لا ما ب... لا عمهلا قلت لها شكرا، ما قلت لك بأيدها، لا تأولني شيء ما قلته، شكرا فجر بس ما بأيدها. ما بتأيدها، خليك على الأرض، خلينا هون. هون 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 نقطة أخرى بإيل وقال. نعم. صورة فاضحة للفنان السوري علي الديك مع صبية سمرة. أيوه انتشرت إلك صورة عام 2016. نعم هيدي الصورة انتشرت بشكل صح. واسع ليه؟ ما بعرف شو صار يومتا كيف صارت هالصورة، ليه بدهم يربطوا هالصورة بالفضيحة؟ لا منا فضيحة هيك معنونين يا أخي. طيب يا أخي طيب أنا شو بدك تسوي يعني، معلش صحافي بدها تعمل ترند شو بدك تسوي يعني، فما بعرف كيف طبقت هالصورة وكيف صارت ومبيني يعني هي مبيني إنه. وين هالصورة كانت بشي لا لما أنا متصورها هي إنه مركبينها تركيب لك مفبركي يعني، بس يعني لو كانت يعني إذا كانت وحدة مثلا سمرة أو عرق أسمر بيحبك وسلم عليك وحضنك يا ما عالم حاضننا شو عيب يعني، شو ما بني آدمين مثلنا مثله. هلا اطلع لي شهرين بالشمس طبعا انت مستحيل استغفر الله انا بصير احمر مستعبق بس احمر بتروح على حمار بس نحن بنروح على سواء. لا ما مين له مصلحه يفبرك هيك لا خلي ياخذه لا خلي يتسلوا، دير ظهرك ومشي، ترك كل شيء وراك، شغله ما بتخصك لا تدير ظهرك اوعى، ولا خلي وقت اللي بتلتفت خلي يكون لفتك إلى قيمته بين العالم، وقت بتعين هيك تطلع بحدا يكون من قدك، ما بتطلع من حدا أصغر منك، ما حدا أصغر منك خليك ماشي روح خليك ماشي خلو روح.